ازيكم يا كيجي، عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ مراجعة على أكبر منه وأصغر منه يساوي. احنا طبعا عارفين إن أكبر منه الرقم الكبير السمكة اللي بتاكله، كل ما السمكة تاكل الرقم الكبير بتكبر بتكبر لغاية ما تبقى كبيرة جدا. بصوا معايا يلا نقرأ المسألة كده عشان نحلها مع بعض. 6 و4 الرقم الكبير مين فيهم؟ الستة. يبقى السمكة تعمل ايه؟ تاكل الرقم الكبير، تروح فاتحة بقها للرقم الكبير وتاكله. تاكل مين بقى؟ الستة ولا تاكل الأربعة؟ تاكل الستة. افتح بق السمكة للرقم الكبير. يلا نشوف اللي بعدها. في 3 وفي 8 السمكة تاكل مين فيهم؟ يلا نطلع على ايدينا كده. معايا 3 هم 3 ومعايا 8. السمكة تاكل مين؟ بتاكل الرقم الكبير، فهتاكل رقم 8. لازم نفتح بق السمكة للرقم الكبير اللي هو 8. معانا تاني، يلا نشوف كده الرقم ده كام؟ 7 والرقم دوت 5. والسمكة بتبدأ تاكل الرقم الكبير، فالسمكة هتاكل 7 اللي هم دول ولا هتاكل 5 اللي هم دول؟ هتاكل 7. يلا نفتح بق السمكة للسبعة. يلا نشوف اللي بعديها كده. 2 و2 في رقم كبير؟ لا يا مس، الرقمين زي بعض. طب هنديهم علامة ايه؟ علامة يساوي. احنا عارفين ان علامة يساوي دي لما يكون الرقمين زي بعض، اول ما نشوف 7 و7 فتاخد علامة يساوي، لما نشوف 4 و4 تاخد علامة يساوي، لما نشوف 3 و3 تاخد علامة يساوي. يبقى علامة يساوي بتيجي لما نشوف رقمين زي بعض، أما علامة أكبر من بتيجي لما نشوف رقم أكبر من رقم. فالسمكة تروح فاتحة بقها للرقم الكبير وتاكله. باي.